قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها الإخوة الفضلاء، إن الله عز وجل خلق هذا الإنسان وركب فيه شهوات وغرائز، وعلم سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان سيذنب وسيخطئ، فأمره بالتوبة، أمر الناس جميعا بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا، يعني بدون استثناء. ولا يقول إن أحد أنا لست معنيا بهذا الأمر، فكلنا خطأ، وخير الخطائين التوابون. ثم إن الله عز وجل جعل لنا برحمته وكرمه وفضله ومنه أعطانا مطهرات تطهرنا من الذنوب، أمرنا بالتوبة، ثم أعطانا واحد النوع ديال المطهرات المنظفات تنظفنا وتنقينا من الذنوب حتى نكون أنقياء كيوم ولدتنا أمهاتنا. ومن هذه المنظفات المطهرات الوضوء. الوضوء، هل عرفتم كيفة الوضوء؟ هذه العبادة التي تطهر الإنسان من الأوساخ الحسية والمعنوية، وتنظف جسده وروحه وعقله، فيزداد نشاطا وحيوية. شتي الإنسان اللي كيتوضا كيشعر بواحد النشاط، علاش؟ لأنه كيتخفف من الأوزار ومن الذنوب والخطايا. ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى آية الوضوء، الآية اللي تكلم فيها الله سبحانه وتعالى عن الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ختمها الله سبحانه وتعالى بقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الله لما أمرنا بالوضوء ماشي بغى لنا المشقة وبغى نتعذبوا، لا، بغى يطهرنا وينظفنا من الذنوب والخطايا. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، الرسول عليه الصلاة والسلام زاد هذه الآية تفصيلا وتوضيحا. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. يسمى كيغسل وجهه، كيخرج الذنوب اللي دار بعينيه، هذوك الذنوب اللي دارتي بعينيك ملي كتغسل وجهك كيخرجوا مع الماء. وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة مع الماء. ملي كتغسل يديك كيخرجوا الذنوب اللي دارتي بيديك كيخرجوا مع الماء. وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء. ملي كيغسل الإنسان رجليه كيخرجوا الذنوب اللي دارتي برجليك، يمشي كليهم برجليك، فيبقى الإنسان نقيا من الذنوب. ملي كيغسل الإنسان وجهه كيخرجوا الخطايا ديال عينيه، ملي كيغسل الإنسان يديه كيخرجوا الذنوب ديال يديه، ملي كيغسل الإنسان رجليه كيخرجوا الذنوب ديال رجليه، حتى يصير الإنسان نقيا من الذنوب.